باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إلى آخر الآيات من سورة البقرة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد جمع ند وهو المثيل والنظير والكفر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا هو حال أهل الشرك، يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا أشركوا بالله تعالى إذ يرون العذاب يوم القيامة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في إعانة المستفيد، قال المحبة على قسمين على نوعين، النوع الأول محبة عبودية والنوع الثاني محبة غير محبة العبودية. الأول النوع الأول هي المحبة التي يكون معها ذل وخضوع، وهذه لا تصرف إلا لله تعالى، وهي قال الشيخ الفوزان وهي أجل أنواع العبادة، أن تحب الله سبحانه وتعالى. قال ولا تقوم العبادة إلا على ثلاثة أسس، المحبة والخوف والرجاء، فأنت تحب الله وترجو ما عند الله وتخاف عقاب الله سبحانه وتعالى، تخاف من ربك سبحانه وتعالى. والزول يا جماعة إذا دار يحب الله يعرف الله أول شيء. شكي بن القيم رحمه الله قال في كتابه الفوائد، قال تأمل خطاب القرآن، تأمل خطاب القرآن تجد ربا ملكا عظيما قويا متصفا بصفات الكمال منزها عن صفات النقص رؤوفا رحيما يرسل الرسل لبيان الطريق الموصل إليه ويعفو عن المسيء إذا تاب إليه ويقرب الطائع إذا قام بطاعته. قال فإذا عرفت ربك سبحانه وتعالى أحببته، فإذا أحببته لهج لسانك بذكره وقامت جوارحك بطاعته، كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. الزول الدار يحب الله يقرأ القرآن ويقرأ في السنة ويتعرف على ربه سبحانه وتعالى، يعرف ربه بآياته الشرعية وبآياته الكونية، فإذا عرف الله واستشعر لطف الله عليه أن الله بينعم عليك بنعم دائما. يا جماعة الزول بيحب اللي بيحسن له، لو زول أحسن لك الليلة وبكرة وبعد بكرة وكل مرة بيحسن لك أنت بتحبه، ولو زول تغلط في حقه وعفى عنك أنت بتحبه. وليس في الوجود أحد يحسن إليك كربك سبحانه وتعالى، ما في. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله، بل في ألطاف أنت لا تعلمها، في أشياء قد هي جاية عليك والله دفع عنك وأنت ما جايب لها خبر. ويمدك بالنعم سمع بصر وأهل شباب وقوة ومال وغير من النعم وأنت لا تستشعر هذه النعم، ومع ذلك إذا أذنبت فتح لك باب التوبة، فإن تبت فالحمد لله وإن لم تتب ابتلاك ليمحصك. أشكي الله سبحانه وتعالى قال آية في سورة النساء آية عجيبة جدا،
قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني الله ما بيستفيد أو ما بينفع إنه يعذبكم. ولذلك العبد إذا عرف الله سبحانه وتعالى أحبه. لما تحب الله طوال اللسان بيذكر، القلوب قدور والألسنة مقاربها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والجوارح تعمل على طاعته والتقرب إليه سبحانه وتعالى. وكلما اقتربت منه أحببته، وكلما عرفته عظمته وخفت منه، ومع ذلك تحبه وتجله سبحانه وتعالى. النوع الثاني يا جماعة من المحبة، فدي محبة فيها ذل وخضوع. النوع الثاني دي محبة غير عبادة، غير محبة العبادة، ودي على أربع أقسام. محبة طبيعية قال الشيخ الفوزان كمحبة الطعام والشراب والزوجات والملذات، دي حلال. قال ومحبة إجلال كمحبة الولد لوالده، تبتحبه لكن بتجله. ومحبة إشفاق كمحبة الوالد لولده، زي انت لما تحب لك الولد بتاعك، او تحب لك يتيم من الايتام، تحب يتيما او تحب منكسرا ضعيفا، فانك تحب وانت مشفق به. النوع الرابع محبة مصاحبة ومخالطة، بتحب صاحبك وبتحب فلانا وفلانا من الناس وكذا وكذا. فده يا جماعة كل أنواع المحبة. لو قال لك الفرق بين المحبة، محبة العبادة ومحبة غير العبادة، محبة العبادة التي فيها ذل وخضوع، تحب الله وانت بتتذلل له وانت بتخضع له سبحانه وتعالى. هؤلاء المشركون يحبون أندادهم ويتذللون لهم ويخضعون لهم، والمؤمنون يحبون ربهم سبحانه وتعالى. ومحبة المؤمنين لربهم أعظم من محبة المشركين لأندادهم. ده وجه من أوجه التفسير. في وجه ثاني بعض أهل العلم ذكره، وهو أن المشركين يحبون الله لأنه ينعم عليهم، والمؤمنون يحبون الله، لكن محبة المؤمنين أشد لربهم من محبة شنو؟ المشركين. لأن محبة المؤمنين خالصة، ولأن محبة المشركين غير خالصة، يعني مختلطة. زي الزول يكون في نفرين، واحد عنده 10 أولاد، واحد عنده ولد واحد. أبو ولد واحد ولده مات، وأبو 10 أولاد عنده ولد مات منهم. أبو واحد ده بيتألم شنو؟ أكثر، لأنه في النهاية محبته إلى واحد. قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. نحن يا جماعة الكلام ده نستفيده، وما يكون بس استعراض بتاع معلومات، ولا يكون يعني أشياء نقضي بها أوقات، وإنما نطبق هذا في حياتنا. أنت قلبك ده راجعه، أنت بتحب الله وبتحب أولادك وبتحب أشياء كثيرة من الدنيا، حلال كما سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن محبتك لربك محبة عبادة معها ذل وخضوع، ومحبتك لأولادك ولهذه الأمور من الدنيا هي محبة طبيعية تضبط بضوابط الشرع. ولو يرى الذين ظلموا أشركوا بالله، لأن المشرك ظالم، المشرك ظالم. والليلة كثير من الناس بيتكلموا في الظلم، ما لقينا ناس يتكلموا في الشرك بالله تعالى، وده أعظم الظلم. الظلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم
إياكم والظلم، أو في لفظ اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا الظلم العادي ده ظلمات، فكيف بظلم الشرك بالله؟ عشان كده المشرك يوم القيامة في ظلمات عظيمة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم إلى آخره. المنافق والمشرك في ظلمة والمؤمن في نور. أسأل الله يتم لنا نورنا وأن يتجاوز عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المشرك ظالم، وما بيتكلم الليلة في الظلم ده، مواضيع كلها سكر والملح والبنزين وغيره من الأشياء، بنات وأولاد وماشين، واحد تلقاه ماشي يفطر في دودي ويتغدى في أمواج ويتعشى في وين ما بعرف، ولك البلد دي أنا ما عارف ده يعني مرتاح كيف ذاته، ولك البلد دي وإلى آخره ونحن وكذا، وما يتكلم في الشرك، بل يعير الذين يتكلمون في الشرك ويسخر منهم، قبحه الله، يسخر منهم. ودي ما الشغلة دي ما جديدة، قديمة جدا، قديمة جدا، نسأل الله العافية. لا يدافع، لا ينصرون الله سبحانه وتعالى. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا، ذيل الكبار، من الذين اتبعوا، ذيل الصغار، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أسباب المودة، المودة انتهت وتقطعت في الآخرة. لذلك أورد المصنف هذه الآية في الكلام عن المحبة، وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة رجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. طيب، قال: وقوله تعالى، أو وقوله تعالى، وقوله تعالى على أن الواو استئنافية، وقوله تعالى على أنها للعطف. قل إن كان آباؤكم، أسمع التمني أشياء دي، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. والتمنية دي فيها أصناف المحبة الدنيوية الأربعة: إن كان آباؤكم محبة الإجلال، أبناؤكم الإشفاق، إخوانكم، عشيرتكم إلى آخره محبة المصاحبة، المصاحبة. أموال اقترفتموها، تجارة تخشون كسادها، مساكن ترضونها، هي المحبة الطبيعية. أحب إليكم هذه الأمور الأشياء الثمانية: الآباء، الأبناء، الأزواج، الأخوان، البيوت، الأموال إلى آخره. أحب إليكم، أحب منصوبة لأنها اسم خبر كان، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. من الله ورسوله، أي هذه الأمور الثمانية إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا، انتظروا حتى يأتي الله بأمره. بأمره، قال البغوي في تفسيره، قال عطاء: بأمره بقضائه. وقال مجاهد ومقاتل عليهما رحمة الله: بأمره بفتح مكة. والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآيات دي يا جماعة، الآية دي فيها فوائد كثيرة جدا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: لا يفهم من هذه الآية تحريم محبة هذه الأمور الثمانية، وإنما الممنوع أن تكون هذه الأمور الثمانية أحب من الله للعبد من الله ورسوله وجهاد في سبيله، لأنه قال أحب، يعني ما محرمة إنك تحب الأشياء دي،
ولدك تحب الزوجة الوالد تحبهم محبة طبيعية، لكن ما تقدم محبة على شنو؟ على محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله، في سبيل الله. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى. واضحة جدا، الزول دائما يقدم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم على محبة من سوى الله ومن سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالده والناس أجمعين. أخرجاه البخاري ومسلم. يعني الإيمان ما بتم التمام الواجب وعند بعضهم المستحب حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك، في رواية عمر، في حديث عمر، ومن ولدك ووالدك والناس أجمعين. لو دار إيمانك ده يتم تحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر مما تحب شنو؟ النفس دي، نفسك، وأكثر مما تحب الولد والوالد والناس أجمعين. ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحبه لأنه جاء بالإسلام، وتحبه لأنه كان على الحق، وتحبه لأنه رسول الله، وتحبه محبة المخلوق للمخلوق وليست محبة المخلوق لشنو؟ للخالق. زي واحد جاهل هنا في الحياة البيجاي ده قال له، جاب محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أنا بحب الرسول أكثر من الله ذاته. إذا فاهم شيء بيتكلم في الدين، الله الذي لا إله لا في، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. تشوفه يتكلم تقول ده خلاص، نسأل الله العافية. واحد جنبه قال له هذول، والله هو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، هو جاب لك الرسول صلى الله عليه وسلم، أنت كيف تحب الرسول أكثر من الله سبحانه وتعالى؟ فده كله يا جماعة من الباطل، وده من الكفر. لكن في النهاية نحن ما يزول بطوالب نكفر حتى نقيم عليه شنو؟ حجة. إن كان عمك ده الله أعلم شغلته. طيب، فأنت تحب الله وتحب رسول الله، الفرق بيناتهم شنو؟ محبة الله معها ذل وخضوع، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تحبه لأنه على الحق وللصفات التي فيه، وتحبه صلى الله عليه وسلم لأنه جاءك بهذا الخير، وتحبه في الله لا تحبه مع الله سبحانه وتعالى. في فرق بيناتهم. طيب، ولهما البخاري ومسلم عنه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى، إلى آخر الحديث، إلى آخره. رواية الثانية دي في البخاري، ذيك في البخاري ومسلم. الإيمان يا جماعة عنده حلاوة، الإيمان عنده حلاوة، زي ما الأكل عنده طعم وكذا، الإيمان له حلاوة يذوقها العبد المؤمن. وحلاوة الإيمان فيها راحة ولذة للقلب أكثر من جميع المعاصي والشهوات. يعني الزول القاعد يقرأ القرآن وبدأ يخشع لله سبحانه وتعالى ويتدبر في القرآن ويتغنى بهذا القرآن ويواطئ لسانه قلبه وقلبه لسانه، ده بتجيه لذة في قلبه أعظم من زول الغنى. تاع الغنى ذاك دار يبكي بس، عنده شاكوش دار يحل مشكلته ودار يبكي بس، وقلعيب الشوق يبكي براو،
لو قلت له مشكلتك شنو او بس مشكلته بيت بس بيت دقت في مقلب ضيع زمنه معاه في النهايه جاء واحد عربيه 2018 ساقه وخليه يتفرج وغبره وخلاه مشى منه بس بقى يبكي وشغال يا هوك ده موضوع ما عنده موضوع ثاني انت لقيت ناس غونه بيبكوا للاسلام يعني ولا يبكوا للمساجد يا هو موضوع بيت بس ما رك ما عنده ثاني موضوع لكن المؤمن ده لما يتدبر القرآن آيات في الجنة يفكر إنه قد يدخل الجنة ويبقى يتدبر في الجنة ولا نهار ولا أشجار والأنبياء والرسل بجالس والصحابة والجنة وكذا وكذا إلى آخره ومرتاح وما فهم ما في ضيق وفي صحة وفي عافية بالجراحة في قلبه أفضل من راحة شنو ذاك في النهاية تعبان ساي لما نقرأ عن النار ويخاف لما نبكي بحيث انه الله ممكن يرحمه سبحانه وتعالى لما نقرا عن قصص الانبياء يوسف عليه السلام ويعيش في القصه وقصه نوح عليه السلام قصه موسى عليه السلام ويتدبر القران بتجيه لذه في قلبه اللذه دي بتجيك وبتذوق بتذوقها اذا توفرت فيك ثلاثه اشياء او ثلاث خصال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما قال لك أنت بتحب الله آي في شيء بتحبه زي محبة الله سبحانه وتعالى ما في بتحب الرسول عليه الصلاة والسلام آي في زول بتحبه زي ما بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لا محبة الرسول أعلى وإن كان ليس فيها ذل وخضوع ليست محبة عبادة له فإنت بعد ده ترتاح ولذلك هذه المحبة تثمر طاعة الله سبحانه وتعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هسا يا جماعة زول بحب فلان ده بحب فلان لله المثل الأعلى بحب عم إدريس ده لما يرسل له زول يقول له عم إدريس قال لك أمشي السوق الفلاني لأنه بحبه بيطيعه طوالي بيمشي لو كان بيبغضه طوالي شنو بيزوغ منه إنت لو بتحب الله صح الله رسل لك الرسول صلى الله عليه وسلم تطيع الرسول معناه شنو معناه انت بتحب الله فعلا شكاي في سورة النساء من يطع الرسول فقد أطاع الله لأنه هو الذي أرسله ولأنه لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى طيب وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أي صاحب ده صاحب لفلان اسأل نفسه انت بتحبه لشنو زول ليت بتحبه ليش بتحبه عشان عنده قروش دي ما في الله بتحبه عشان وجيه دي ما في الله بتحبه عشان عنده منصب وانت دار تقعد جنبه دي ما في الله لكن الزول لا بتحبه قال الشيخ الفوزان حفظه الله في شريط له بعنوان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله قال الحب في الله أن تحب العبد وإن لم تعرف اسمه وإن لم يحسن إليك وإنما تحبه وإن لم تعرف اسمه وإنما تحبه لما رأيت من إيمانه وعمله الصالح بس لو زول أحوص وزول فقير وزول مبتلى وزول دميم وزول في المجتمع ما بقيموه سيقلق ولا كارة ولا شغال في النظافة ولا في كذا ما بقيمه لكن الزول ده عابد انت شايفه مطيع تحبه أكثر من اللي عنده ناطحات السحاب وما بيعبد الله أو لا لم ترى من عبادتي ما رأيت من عبادتي ذاك وجماعة الزول مخالطته للناس يشوف السبب شنو قال الإمام الشافعي رحمه الله ودي فائدة والله جميلة جدا أو كثير من الناس بيضيعوا زمنهم كثير من القيم في الفوائد قال ومخالطة الإخوان من المستقيمين صالحين
فيها ثلاث آفات، مش الناس المعاصي وناس البدع، الناس الكويسين ذاته لما انت خالطهم فيها ثلاث آفات. الآفة الأولى أن تخرج من العادة، أن تخرج من العبادة إلى العادة، تبتخالطوا عشان يعني تناصح ويناصحك وكذا، تقوم تدمن الشغلة دي، تبقى لك عادة وتدمنها، تاني يقول لك أنا ما برتاح إلا ألاقي فلان، دي آفة، دي آفة. أنت لو بتلاقيه شيء عادي يعني عادي تروح عن نفس وكذا، لكن ما كل يوم ولا كل ساعة. اثنين قال أن يتزين له، بتزين له يكون براوز والغافل مما يشوف صاحبه، يقوم شنو يعمل فيه؟ عندي سمت واستغفر الله. واحد قبل فترة كان مع أخواننا ومشى، واحد قال لي الزول ده نكون معاه في السفر بس سبحان الله، وترى هو بسبح ولا بدلينا، قال في النهاية مشى. ولذلك انت شنو ما تتزين له، تشوفوا خلاف السلف، السلف كانوا ضحاكين بالنهار بكائين بالليل، تشوفوا تقول ده أغفل زول غافل وهو براو شنو عابد وينكسر وكذا، وده الإخلاص يا جماعة، ده من الإخلاص. ثالثا ألا تخالطه في معصية، معصية من المعاصي. عشان كده الإمام الشافعي رحمه الله قال، ودي فائدة والله يا جماعة كلنا مفروض نستفيدها، قال الانقباض عن الناس، ابن الجوزي نقل الكلام ده في ترجمة الشافعي محمد ابن إدريس، قال الانقباض عن الناس يورث العداوة. لما تعتزل الناس تماما بيعادوك، يقول والله زول ده مفتري، والزول ده رافع قزازه، والزول ده ما شغال بينا، والزول ده كذا وزايغ مننا وشايفنا نحن ما مستواه، والزول ده متكبر، والزول ده بقى ووك، فتورث العداوة. قال والانبساط باللفظة دي كذي الإمام الشافعي، قال والانبساط إلى الناس يورث قرناء السوء. من تخالط الناس طوالي بعد شوية بصاحبوك ناس شنو قرناء سوء. قال والخير في التوسط في ذلك، تخالطهم في الخير تنقبض منهم شنو الشر. وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، المرء يعني الرجل أو المرأة تحب المرأة كذا، لكن المرء هنا الرجل بالعموم. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. زي ما أنت بتكره يرموك في النار، تكره إنك ترتد عن الإسلام، ترتد عن الإسلام. شكي قال ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى، قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق، ما منهم من أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل أو جبريل وميكائيل. يعني الواحد يخاف على نفسه كما خاف إبراهيم عليه السلام، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والرسول عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رسول عليه الصلاة والسلام الذي وعده الله بالجنة ولا شك، ومع ذلك يدعو بالثبات، فكيف بنا نحن؟ شكاية يا جماعة الزول لو قرأ في تراجم السلف أغلبيتهم في الموت بيبكوا، أقرأ تراجم أغلبيتهم في الموت بيبكوا، ويقول الواحد منهم كم صليت لهذا الأمر، وكم عبدت لهذا الأمر، وكم اعتقت، وكم وكم، خايف من هول المطلع. لما يجي الموت ويقوم يقول له كلمة توجب خلوده في النار. والكلام ده يا جماعة خطير والله الذي لا إله غيره. اللي بيعرف حقيقة الموت وحقيقة الخاتمة وهذا الأمر فإنه لا يأمن إلى الموت. صاحي تبتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، خاصة في آخر أيام بتقدم الرجاء، تقول الله بيغفر لي وكذا، تحسن الظن
والله أنا برجو إنه يغفر لي ويرحمني وكذا ويتجاوز عني، لكن برضو بتكون خايف لأنه لحظة ملائكة جايينك، أول مرة تشوف ملائكة أجنحة وكذا وأجسام ضخمة وجاية عليك، ولحظة اللسان أنت ما بتملكه، زي زول في النوم يحلم ساكي وكلب وما قادر يجر، تلقاه كثير يقول لك والله تلقاه يقوم عرقان مكيف شغال، يقول له ما لك، يقول لك الحمد لله طلع نوم ذاته، يقول والله ساكيني وما قادر يجر، دار يجر وما قادر. في الموت في ناس وبعدين قدام قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون، عارف في الموت لا إله إلا الله لو قال خلاص ده الجنة الله بودي الجنة، لكن لسانه يتقل ما يقدر، وقد يقول أي كلمة إلا الكلمة دي تبقى له صعبة. شكذي من أراد أن يموت على شيء فليكثر منه وليصدق فيه، دار تموت بصلي صلي كثير لله سبحانه وتعالى وادعو الله وأصدق، دار تموت وإنت بتقرأ قرآن خليك من أهل القرآن، ولو في الدنيا دي عصيت وأذنبت توب الله بيقبلك وأبدأ صفحة جديدة ومش تمام. كي تلقى كثير من الفنانين ما بجيبوا موتتهم ما بجيبوها، قال آخر شنو ما بجيبوها، لأنه بتسوي لهم بلبلة في الإعلام، وفي واحدين بتوبوا واحدين كذا واحدين كذا، واحد تلقى في الموت قول لا إله إلا الله وشغال وما في حتى رسالة، أشوف الجاي قدام رسالة بتاع شنو، واحد تلقاه في الموت ابن القيم في الداء والدواء قال بعضهم في الموت يقال له قل لا إله إلا الله فيقول بيعوا الدار الفلانية بكذا وبكذا، في الموت شغال بيعوها بكذا ما يغشوكم، ده ما معروف سمساري ولا عنده عمارات عليم ربه شغلت جنو. فالزول يا جماعة يخاف من الكفر ارجع له، الكفر زي شنو؟ ادعاء علم الغيب، ثلاثة الدجل كفر ده ما تفتكر في أمريكا قاعد في السودان، كفر ده يعني فلان يعلم الغيب، تمشي ليه دجال شوف ليه رايحة وين وحوط لي وبتاعنا الفنجان بتاعنا الودع وكذا ده يهو ذاته الكفر، ده ما يهو الكفر ذاته وما بعرف وحوط ليه الرائحة ويناديه في الشدائد يا فلان الحقنا ويا فلان افزعنا، ده هو الكفر ذات، انت تخاف تقع في الشدة تخاف تلاقي الله بالتوحيد والعقيدة الصحيحة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولاية الله يعني أن تصير وليا لله سبحانه وتعالى يتولى شؤونك وتصير من أوليائه ومن المقربين. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، يحب في الله ويبغض في الله. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، ابن عباس في زمنه قال ناس كتار بيقوا، طبعا غير الصحابة لأنه دي لك قصيدنا الآخر أي، لكن قال لك في ناس كتار بقت صحبتهم شنو عشان دنيا، قال وذلك لا يجدي على أهله شيئا، قال رواه ابن جرير. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، ناس كتار يا جماعة، الواحد في الدنيا دي إن سمع صاحبه مات تلقى يبكي لما يموت يلحقه اجزع ما يصبر، محبة شديدة بيحبوا ليه؟ بيمشوا الحفلات سوا، بيقعدوا في الزقاق، بيمشوا البحر، بيشربوا حاجات سوا، بيلفوا سوا وبيمشوا كذا كذا كذا، بيحبوا شديد جدا ويبكي انفقدوا إلى آخره، يوم القيامة يبقى عدو له قبل ما يعادنا جيران ولا ناس كذا ولا فلان ولا إلان من الأعداء اللي كان عنده عداو، يبدأ بصاحبه ده ويكون ده من أعداءه، يا الله أنا كنت تمام بس ده ياهو ضللني، والله لفالي وأنا ما كنت دار أشرب لفالي، وهنا في الدنيا يشكر ويقول له والله يقول لك والله كنت مفلس اشترى لي، هناك يقول له شنو يقلب طوال
عشان كذا قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. قال وقال ابن عباس في قوله تعالى ذكبيل ذكرنا وتقطعت بهم الأسباب، أي قال المودة يعني الزول البحب غير الله محبة العبادة في أذل خضوع يوم القيامة المحبة دي بتتقطع، كان في الدنيا بحبه يوم القيامة بتبقى عداوة. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم شنو موبقة يعني مهلكة مهلكة في الدنيا دي ما يرضى فيه ولا كلمة والله الذي لا إله غيره. كثير من الناس اسمع فلانا من الناس يسب دين الله يسب الدين اسكو الساي مما يقول له شيخ فلان ما بينفع ولا بضر ولا سباو لا بينفع ولا بضر طوالي يجر القرجة بتاعته يقول لك هوي كما وصلت الشيخ والله ده بنموت في موت. واحد مسجل صورة وصوت قال جنة ما فيها المكاشفي ماذا أن نخش هذا والله تقول على كيفه قال ما فيها المكاشفي ماذا أن نخش أنا أشوف بعدين مصير عند الله سبحانه وتعالى. أقول يا أخي نحن ما نقول فلان في الجنة ولا في النار دي ما حقتنا، كنا نخش نحن النار وفلان يخش الجنة دي ما حقتنا، لكن رأيته أسي لو قال لك أنت خش الجنة تقول إلا يخش فلان ويوم القيامة فلان ده ما بتعين بتجر منه. شفت الجري الواحد الله جاب جري في القرآن قال فإذا جاءت الصاخة يوم شنو ما قال يوم يمشي يوم يفر جري ده عجيب بيجر طوالي منه لو كذي تلقى همام جاري من عجيب والله يوم يفر المرء من أخيه وأمه ونسأل الله يؤمنا يعني أهل الحق يدخلنا الجنة جميعا برحمته سبحانه وتعالى. طيب قال فيه مسائل في هذا الباب، الأولى تفسير آية البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله إلى آخر، الثانية تفسير آية براءة قل إن كان آباؤكم إلى آخر، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس أي تقديم هذه المحبة على النفس والأهل والمال كما في حديث أنس رضي الله عنه الأول، الرابعة نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، لا يؤمن مش معناه كافر، لا يكتمل إيمانه أو لا يتم إيمانه، الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها، يكون مؤمن وما متلذذ بيعبد وما منشرح. ودي فائدة يا جماعة، كثير من الناس يقول لك أنا قريت قرآن ويقول لك أنا صدقت ويقول لك لكن برضو تعبان ما ارتحت لازم ما إلا ترتاح يكفي إنك بتدخل الجنة بعدين الله بيرضى عنك، لكن قد تجد هذه اللذة وقد شنو لا تجدها. السادسة أعمال القلب الأربعة التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها، من هذه الأعمال الحب في الله والبغض في الله. في حديث أنس محبة الله محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثالثا أن تحب أن تقدم محبة الله وأن تقدم محبة رسول الله على محبة من سواهما، ثالثا أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، رابعا أن تكره أن تعود في الكفر بعد أو إلى الكفر بعد إذ أنقذك الله منه كما تكره أن تقذف في النار، السابعة فهم الصحابي للواقع، الصحابي هنا يقصد ابن عباس رضي الله عنهما، أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا درد على الناس يقول لك فخ الواقع وذي الناس كذا، الصحابة ذي من بدري فاهمين الواقع فاهمين، وهسه يا جماعة ناس كتار بيسخروا بالدين لما انت تقول لهم المصائب سبب الذنوب يقول لك لا 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 هذا كلام بتاع هنايس هاي، تقول يا الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، كلام واضح ويعفو عن كثير.
يقول لك لكن ما نحن شايفين بعيننا. اها بعينك زاي، بعينك حسابات الدنيا زاي، بلد يكون فيها نهر نهرين، ويكون فيها ترع، يكون فيها بترول، يكون فيها ذهب، يكون فيها شباب، يكون فيها موارد، يكون فيها بيوت، وفيها وفيها أراضي، وفيها مشاريع، وفيها مصانع، وفيها وفيها وفيها. التعب تاني لزومه شنو؟ التعب لزومه شنو؟ عشان كده رب العزة والجلال قال في القرآن: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لو رجعوا إلى الله لفتح الله عليهم. الثامنة تفسير: وتقطعت بهم الأسباب. الأسباب يعني المودة، المودة يعني المحبة. التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا لكن محبة المؤمن لربه أعظم. دعا على الأخذ بوجه من أوجه التفسير الأخرى. العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية أحب إليه من دينه. الثمانية التي ذكرت في آية براءة: الآباء والأبناء والإخوان. الحادية عشرة، ودي آخر مسألة ذكرها في الباب ده: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. الله ده تحبه براو، حبة ذل وخضوع ليه براو. تاني في محبة دنيا دي تحت في القلب تاخدها، عندك عربية بتحبها، عندك بيت متكيف منه في المنطقة الفلانية، عندك قروش، عندك تجارة، عندك أولاد، عندك أخوان أخوات زوجات، دي محبة دنيوية تاع الدنيا حلال، لكن تكون تحت. محبة الله هي التي تشغل القلب والتي فيها الذل والخضوع. أنبه إلى تنبيهين. الأول في مسألة الغول، وقد ذكر في بعض أبواب هذا الكتاب، وكنت قد ذكرت أن هذا الأمر أو هذا الشيء لم يرد فيه حديث صحيح في نفيه ولا في إثباته. وقد أورد الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى صاحب كتاب فتح المجيد بعض الأحاديث، وأكثر هذه الأحاديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، وهذا هو الصحيح، أن هناك أحاديث أثبتت يعني وجود هذا الغول، كحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في سنن الترمذي، وهو ثابت كما قرر الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كانت له سهوة وكان فيها تمر، فجاءت الغول فأخذت من التمر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والغول من الجن، وفي هذا الحديث في حديث أبي أيوب أنثى، يعني من أنثى الجن. وقد يكون من الذكور في بعض الآثار الأخرى. التنبيه الثاني: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو في مسند الإمام أحمد، وذكره الحاكم في المستدرك، وذكره جمع من أهل العلم، وكنت قد قلت بأن هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة. والشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أورد هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بسند ضعيف، بيّن ضعفه، لكن قال: يشهد لثبوته وجهان، الوجه الأول ذكر حديثا، والوجه الثاني ذكر سندا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، فبرضو دي معلومة الناس صحيحة. وفي التحقيق، في تحقيق الحديث، الحديث له شقان: شق ثابت وهو أول الحديث، وشق الآن المرة الفاتة أنا قلت ضعيف، والصحيح إنه ما ضعيف، وإنما الضعيف سند أحد
أسانيده لكن حديث ثابت. وضعف الألباني آخر الحديث، الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ثم قال هكذا في الحديث، قال: ومن مات وهو يدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة. نهر، قال النبي، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في تفسير هذا النهر: نهر يجري، هكذا بلفظ نهر يجري أو نهر يجري من فروج المومسات يعني الزواني، يؤذي أهل النار ريح فروجهن. هكذا أورده الشيخ عبد الرحمن بن حسن الألباني رحمه الله، ضعف الجزئية الأخيرة: ومن مات وهو إلى آخره يدمن الخمر إلى آخره. أما الجزئية الأولى فهي صحيحة. وده جماعة الزول البقرة في الأحاديث وفي تحقيقات العلماء ما بيستنكر الكلام ده، يعني يقول لك كيف يصحح بدايته وضعف شنو نهايته. الحديث قد يكون أصله صحيح لكن يزاد فيه ما ليس شنو منه أو ما هو ضعيف، كالحديث الذي أورده أو أخرجه الطبراني رحمه الله تعالى من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي. الألباني صحح الجزئية دي، الجملة دي، وبقية الحديث ضعيفة. المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. كذب اللفظة موجودة في الكتب. باقي الحديث الوعد ده ضعيف، وإنما الصحيح أول الحديث: المسجد بيت كل تقي. وأمثلة كثيرة في هذا الجانب. أنا حبيت أنبه للمسألتين دي لأن ذكرا